25 من إبريل من عام 1973 أنشئت هيئة التنمية العامة، ودمج في أنشطتها مركز التخطيط الإنمائي والاقتصادي الذي أنشئ في عام 1972، والذي قام بتنفيذ سياسة وخطط المجلس الأعلى للتخطيط. يذكر أنه بين عامي 1970-1972 أنشئت دائرة التنمية والتخطيط لتحل محل مجلس الإعمار، ثم أنشئ مجلس مؤقت للتخطيط تحول في عام 72 إلى المجلس الأعلى للتخطيط الإنمائي والاقتصادي. ظهرت هذه المؤسسات وغيرها في بدايات النهضة قبل وضع الخطة الخمسية الأولى 1976-1980. الخامس والعشرون من إبريل من عام 2009 عقدت جلسة مباحثات رسمية بين مجلس الشورى والمجلس التشريعي ببروناي دار السلام. الخامس والعشرون من إبريل من كل عام يوم الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية.